في العام 2007 أقفلت المخابرات الأمريكية معتقلات أنشأتها في رومانيا وبولندا والدنمارك وفنلندا وبريطانيا وليتوانيا، وهذه المراكز السرية كانت محور استنكار عارم أوروبيا. لجنة برلمانية أوروبية أفادت عن مخالفات وأحكام منافية لحقوق الإنسان حصلت في هذه السجون. غالبية التحقيقات التي أجرتها الدول الأعضاء تم تصنيفها ولم توضع بالتصرف من أجل استكمال تقارير اللجنة البرلمانية الأوروبية، قال جيرالد ستابروك من المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب في السجون. تشير بعض التقارير إلى تعاون بعض الحكومات الأوروبية مع CIA بخصوص أوضاع وبرامج هذه السجون والمعتقلات السرية للإرهابيين المشتبه بهم. النائبة الأوروبية إيلين فلوتر قالت أن على الاتحاد الأوروبي أن يجمع المعلومات من إدارات الدول الأعضاء ليتمكن من الاطلاع على التفاصيل التي أصبحت متوفرة الآن. بعد 5 سنوات من ترحيل المعتقلين في هذه السجون، يستعد البرلمان الأوروبي لإصدار وثيقة نهائية حول هذه القضية في أيلول سبتمبر المقبل.